انا اللي تنوعد الجمهور ديالنا والبيئه ديال المنخرطين وجميع المكونات الرجويه وهو غادي نتجنبوا ان شاء الله هذه الاخطاء اللي كانت في الماضي. احنا خص الحكمه في التسيير ترشيد النفقات ونرفعوا بالمداخيل. انا اللي تنقول نرفعوا المداخيل ماشي انا غادي ان شاء الله غادي تنوعد الجمهور ديالنا انه تنقول غادي نحاولوا نديروا القاطعه مع التسيير الفردي ومع النادي يكون معول على شخص واحد. هذا الشخص واحد غادي يجيب جوج او ثلاثه الملايير ولكن غادي يعيا. انا اللي نوعدوا على المدى القصير انا مستعد لانه بعض المرات تيكون تاخير في لي سبونسور في المداخيل ديال مثلا ديال الجامعه وهذا خص الرئيس يكون مستعد باش تكون عنده سيوله ماليه وباش الفريق يعرف واحد النوع من الاستمراريه. اللاعب يتخلصوا في الوقت، الطاقم التقني كذلك، الاداره كذلك، باش نخدموا ان شاء الله ونحسوا ونخدموا في البرامج ديالنا في واحد الجو ديال الهدوء، لانه الا ما كانتش النتائج راه ما يمكنناش ما غاديش نزيدوا لقدام.